الصداق أو الصداق المسمى بين الزوجين أي المهر المؤخر، هل تستحقه الزوجة بعد وفاة الزوج؟ ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الصداق المؤجل إن عين له أجل معين فإنه لا يحل حتى تتم المدة، سواء بقي الزوج أو مات، إلا أنه إذا مات فلا بد من توثيق الدين برهن أو كفيل مالي. وأما إذا كان غير مؤجل لزمن معين فإنه يحل بالفراق من الزوج أو الزوجة. فإذا تزوج امرأة على صداق مؤجل ولكن لم يحدد الأجل ثم مات عنها حل ذلك المؤجل وأعطيت من التركة على أنه قضاء دين على المدة، ولو ماتت هي فإنه يحل أيضا المؤجل إذا لم يعين له أجل ويدخل في تركة، وحينئذ يرثها الزوج ومن معه من أصحاب الميراث. نعم، عندهم اتفاق على المهر في الزواج. وهناك يقول بعض الجشعين أو من يريدون الطمع في الآخرين يتحايلون على أخذ أكثر من المتفق عليه، يقول ما حكم الفلوس التي يأخذها بدون إظهار، يعني بدون أن يعلم أنها مأخوذة، هل هي حلال أم حرام؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الجواب على هذا السؤال أن نقول إن السنة في المهر أن يكون قليلا وأن يكون بحسب حال الزوج، لما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وفي قصة المرأة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم فلم يكن له بها حاجة، فطلبها أحد صحابة رضي الله عنهم، فطلب منه النبي عليه الصلاة والسلام صداقها حتى قال له التمس ولو خاتما من حديد، فلم يجد، فقال زوجتكها بما معك من القرآن. دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يكون المهر بقدر حاله وأن لا يكلف نفسه ما لا تتحمله، ويدخل أيضا إما بالقياس أو بالعموم، لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتى. وتكليف الناس هذه المهور الباهظة هذا مخالف للشرع وفيه مفاسد ليس هذا موضع ذكرها، وقد كتب عنها كثيرا في الكتب وفي الصحف. واتفاق قبيلة أو طائفة من الناس أو أهل بلدة من الناس على تحديد المهر هذا أمر جيد وحسن إذا كان هذا الحد موافقا للشرع، ولكن ليس ذلك بلازم، بل هو من الأمور التي تقتضيها المروءة والشرف أن لا يخرج الإنسان عما كان عليه قبيلته أو طائفته أو أهل بلده، لا سيما إذا كان ذلك باتفاق معه هو. فإن الوفاء بمثل هذا الأمر من الأمور المستحسنة الطيبة، ولكن مع ذلك لو فرض أنه لم يتيسر له أن يتزوج بهذا الأمر المتفق عليه وأظهر أنه تزوج به مع أنه أعطى الزوجة شيئا سرا فلا نرى في ذلك بأس. لكن هناك أيضا قبل أن نعرض سؤاله الآخر، هناك من يتعلل أو يحتج بحديث المرأة الطابرة عنه، ولما تحدث في المهور فردت عليه قبيل فقال أصابت امرأة وأخطأ عمر. هذا الحديث تكلم فيه بعض العلماء من جهة صحته عن عمر وطعن فيه، وعلى تقدير ثبوته فإن المنع لا من جهة أنهم اتفقوا عليه ولكن من جهة أنهم ألزموا به، وفرق بين الأمر الذي اتفقوا عليه من بين الجميع وبين الأمر الذي يلزمون به. فإلزام الناس بمهر معين هذا قد يكون محل نظر وتجب العناية به وتحقيقه من الناحية الشرعية، ولكن إذا اتفق الناس على التحديد فهذا أمر وقع باختيارهم ولم يلزمهم به أحد، والتزامه كما قلت من الأمور التي هي من المروءة والشرف وعدم مخالفة القبيلة وأهل البلد والطائفة. بأنه صومالي جنسية متزوج من صومالية في عام 1983، يقول وكنا قد اتفقنا على صداق وقدره 15 من الإبل، ولي منها الآن أولاد وأريد أن أعطيها صداقها لأنه دين علي، علما بأنها لم تطلبه مني، ولكن لا يوجد عندي إبل، فهل ممكن أن أعطيها ما يعادل ثمنها نقودا؟ الصداق الذي فرضته لزوجتك هو حق لها، وإذا كان حقا لها فالمرجع في ذلك إليها، فلو أسقطته عنك سقط إذا كانت رشيدة، ولو أسقطت عنك بعضه سقط، ولو اتفقت معها على عوض يكون بدلا عن الإبل التي وجبت في ذمتك صح هذا الاتفاق، فالحق بينكما، فأي شيء اتفقتما عليه جاز. تذكر بأنها فتاة تبلغ من العمر 22 متزوجة منذ 4 سنوات، تقول مشكلتي هي بعد مضي 7 شهور من زواجي حدث خلاف بيني وبين زوجي، طلب مني الذهاب معه فرفضت إلا بعد أن أكمل دراستي في نفس المنطقة التي أعيش فيها، وبعد ذلك ذهب إلى المنطقة التي
يعيش فيها علما بأنه متزوج من امرأة قبلي تعيش معه وله أولاد كبار في السن ومضى الآن 4 سنوات دون أن يتصل بنا. فأخبرنا أحد الأقارب بأنه لا يريدني بل إنه يريد أن يرجع حقه ومقدار المبلغ المهر 100,000 ريال وقال لن يرسل ورقة الطلاق حتى يسترد المبلغ المذكور. فضيلة الشيخ إذا اشتكيت عند المحكمة فهل نرجع له من حقه شيء أم ماذا؟ علما بأنه إذا طلب مني الآن الذهاب معه فسوف أذهب، فبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ يؤسفني جدا أن تذكر المرأة أن مهرها كان 100,000، فإن هذا من الزيادة الكبيرة التي توجب المشاكل بين الزوجين، وذلك أن المبالغة والمغالاة في الصداق خلاف السنة، فإن السنة تخفيف الصداق، وكلما خف الصداق كان أبرك للنكاح، فإن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. والمغالاة في المهور تسبب مشاكل كثيرة، منها أنها تروق الزوج وربما يحتاج إلى الاستدانة من الغير وتتراكم الديون عليه. وإذا قدر أنه حصل بينه وبين الزوجة أو أهلها مشاكل صعب عليهم استخراجها من هذا الزوج واستنقاذها منه، لأن الزوج قد بذل شيئا كثيرا، ولا يمكن أن يرخص المرأة التي بذل في الحصول عليها شيئا كثيرا إلا بإعادة هذا الشيء الكثير إليه، كما في هذا المثال. ولو أن الناس اقتصروا على الشيء اليسير الذي يحصل به تكلفة المرأة وتهيئتها لزوجها وما يتصل بذلك من وليمة ونحوها في حدود 20,000، وهذا بالنسبة لزماننا الآن حين كثر المال بأيدينا، أما لو كانت الأخرى وقلت الأموال بين الناس فإن 20 تعتبر كثيرة ومغالاة. لكني أقول اعتبار حالنا الآن المادية حيث إنها ولله الحمد حال مرتفعة أو متوسطة، أما لو حصل على الناس ضيق فإنه يجب أن تنزل المهور أيضا، بل فإنه ينبغي أن تنزل المهور حسب ما يطيقه الناس. ومن أجل هذا، أي من أجل كون أهل الزوجة يريدون المال، تعطل كثير من النساء الآن عن النكاح، وتعطل كثير من الشباب، وصار بعض الشباب الآن يحاول أن يتزوج من الخارج، وفي هذا من المشاكل ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. والحاصل أننا ننصح إخواننا المسلمين عن المغالاة، ونقول إن السنة تخفيف المهر، وهو من أسباب بركة النكاح، ومن أسباب سهولة الانفصال إذا حصل بينهما مشاكل. أما هذه القضية التي ذكرتها المرأة فليس لي عليها جواب، لأن أمرها يعود إلى المحكمة. خطب رجل امرأة ودفع المهر، لكن حصل نزاع في شرط من الشروط، فتنازل الرجل وانصرف عن الزواج من هذه المرأة، لكن أهل المرأة لم يردوا عليه إلا نصف المهر، فهل هم آثمون بذلك؟ الحق له في هذا، فإذا طلقها قبل الخلوة بها قبل الدخول فله نصف المهر، ثم إن عفى عنه فهو على خير وأجر، وإن طالب به فهو له. قال الله تبارك وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي يده أو في النكاح. فإذا عفونا رد على الزوج المهر كله، وإذا عفى الزوج بقي المهر كله للزوجة، فالأمر إليه وإلى زوجته. نعم. هل يحق للأب أن يأخذ من مهر ابنته ولو كانت غير راضية؟ نعم، يحق للأب أن يأخذ من مهر ابنته بعد أن تملكه ولو كانت غير راضية، إلا إذا كان هذا يضرها بحيث تكون محتاجة له لا تقوم حاجتها ومصالحها إلا به، فإنه لا يحل له أن يأخذ منه شيئا، لأن حاجة النفس مقدمة على حاجة الغير. وأما إذا كان يشترط لنفسه شيئا من المهر عند عقد النكاح أو عند خطبتها، فيقول الخاطب: أنا أزوجك بشرط أن تعطيني كذا وكذا من المهر، فإن ذلك حرام عليه ولا يحل له، لأن هذا يفضي إلى أن تكون البنات عند آبائهم بمنزلة السلع، يبيعها حيث كانت القيمة أرفع وأغلى، وهذا يؤدي إلى خيانة الأمانة كما هو الواقع في كثير من الناس. تجد الرجل لا يهتم بالخاطب الصالح في دينه وخلقه، وإنما يهتم بالخاطب الذي يقتطع له من مهر ابنته أكثر من غيره، وهذه مسألة يجب على أولياء الأمور أن ينتبهوا لها، وأن يعلموا أنه لا يحل لهم أن يشترطوا لأنفسهم شيئا من المهر، لا الأب ولا الأخ ولا العم ولا غيرهم من الأولياء. ولو اشترطوا شيئا لأنفسهم فإنه يكون للمرأة المتزوجة، لأنه عوض عن بضعها والاستمتاع بها، فلا يكون لأحد سلطة عليه. نعم. بارك الله فيكم. إذا وقع التخاصم بين الزوج والزوجة وانتهى بهم ذلك إلى الطلاق، فهل يجوز أن يرد ولي الزوجة للزوج شيئا مما أعطاها من المهر؟ إذا طلق الرجل زوجته
فليس له حق من المهر إن كان قد خلا بها أو جامعها، وإن طلقها قبل ذلك أي قبل أن يحصل جماع أو خلوة فإن له نصف المهر. يقول الله تبارك وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ولكن لكل من الزوج والزوجة أن يعفو عن الآخر ويتسامح معه، ولا سيما إذا اقتضت الحاجة ذلك. فمثلا إذا طلق الرجل بعد الدخول أي بعد الجماع أو بعد الخلوة فليس له حق في المهر، لكن لو أن المرأة وافقت على أن يعطى شيئا من المهر تطيبا لقلبه فلا حرج. وكذلك لو أن الرجل طلق قبل الدخول والخلوة وعفى عن نصفه فلا حرج. نعم. بارك الله فيكم. يقول: نرجو من فضيلتكم نبذة عن الزواج وخاصة ما يتعلق بناحية المهور، مأجورين. الزواج واجب على كل قادر عليه يخشى من تركه الفتنة، لأن تجنب الفتنة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا صرح الفقهاء رحمهم الله بقولهم: ويجب النكاح على من يخاف زنا بتركه، وأما من لا يخاف الزنا على نفسه الزنا وهو ذو شهوة وقادر فإنه يسن له بتأكد أن يتزوج. ولو قيل بالوجوب في هذه الحال لكان له وجه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به بقوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وينبغي أن يختار من النساء ذات الخلق والدين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: بمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذه الجملة تربت يداك تعني الحث البالغ على أن يختار الإنسان ذات الدين، لأن ذات الدين تكون سببا لصلاحه أو لقوة إيمانه وازدياد صلاحه. ومن حقوق ومما ينبغي للإنسان أن يتعلمه من أحكام النكاح حقوق الزوجية، وهي مجملة مجموعة في قول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن المعروف، وقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالواجب على الزوج أن يعامل زوجته بما يحب أن تعامله به من القيام بحقها وجلب المودة بينه وبينها. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ضابط المعاشرة: لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يكرهها ولا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وأوصى بالنساء خيرا وقال: إنهن خلقنا من طلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. ولينظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيرته مع أهله، حيث كان خير الناس لأهله عليه الصلاة والسلام، وقال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وليعلم أن سعادة الزوجية لا تأتي بالعنف وفرض السيطرة، واعتقاد أنه سلطان عالي المنزلة، وأن المرأة عنده بمنزلة أدنى جندي، فإن هذا من الخطأ. ولكن ينظر إليها على أنها زوجته وقرينته وأم أولاده وراعية بيته، فيحترمها كما يحب هو أن تحترمه. كما أن على زوجك أيضا أن تعرف حق الزوج، وأن له حقا عظيما عليها، وأن تحاول جاهدة لفعل ما يحصل به رضاه وسروره حتى تحصل الألفة بينهما والمودة والمحبة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول فضيلة الشيخ: لقد سبق وعد ابن صديق لي بأن أزوجه ابنتي بلا مهر، فهذا الشاب أعرفه فهو على مستوى رفيع من الخلق والدين، ولكن تبين لي أن المهر من حق الزوجة بعد أن ذكر لي صديق بذلك، فماذا أعمل؟ هل أدفع لابنتي من جيبي مهرا، علما بأنني سأقوم بكافة متطلبات الزواج؟ أفيدونا يا فضيلة الشيخ، مأجوري. الأمر كما سمعت أن المهر حق للزوجة، لقول الله تبارك وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحله، ولقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. وإذا كنت وعدت ابن صديقك أن تزوجه بلا مهر فأنت زوجه وقل له: أعطني من المهر ما تيسر ولو ريالا واحدا، والباقي تكمله أنت لابنتك، وتكون بذلك مأجورا على وفائك بالوعد من وجه، ومأجورا من وجه آخر إذا كان هذا الشاب مستقيما ولا يجد ما يدفعه مهرا كاملا لابنتك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك للخير وأن يرزقهما إن قدر الله اجتماعهما الذرية الطيبة. اللهم أمين. بارك الله فيكم.